تواضع والكل تميز قصة كفاح، فكون معنا احد رواد النجاح. احنا النهارده معاكم من الرحال لتجارة لوازم الرحلات، ومعانا السيد عمر احمد المغني وهو صاحب الرحال. اهلا بيك سيد عمر. يا لفيت يا لفيت. ممكن حضرتك تكلمنا عن نفسك وتكلمنا ازاي ابتديت المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بدايه حياتي كانت مجرد هوايه، طلعاتي كانت مع الاهل، مع عيال اختي والشباب، رحلات البر. طلعات البر بقى. ايه البر. وبيتني هالفكره، فتناقشت مع ولد اختي، قلت له شو رايك نفتح مشروع بسيط كبدايه حياتنا؟ فقال فكرة حلوة، بس عقب ما أدري شو اللي صار، فأنا فيني طبع أن إذا حطيت شيء فكرة في رأسي لازم أدرسها. إيه، والحمد لله لك يا رب، وبدأ الجهد ومريت على كذا محلات موجودة عندنا في الإمارات، وشفت الأسعار وشفت الاحتياجات اللي نحتاجها نحن في دولة الإمارات، وسافرت، وقالوا لي بعض الناس قالوا سافر برا أسعاره مرخص، وفعلاً رحت السعودية وشفت الاحتياجاتهم هناك تختلف لدرجة، يعني 180 درجة تختلف. فرجعت لبلاد هني، فقلت لا ما يستوي كذي، فجيت شفت منطقتي أنا في كلبة شو احتياجاتهم، احتياجتي هني يفرق عن الاحتياجات اللي موجودة في أماكن ثانية، والحمد لله لك يا رب وفرت احتياجاتهم لهني في مدينة كلبة المنطقة الشرقية بشكل كامل، والحمد لله لك يا رب وسويت اللي عليك. طيب سيد عمر، احنا شفنا في التقرير في خدمات ومنتجات كتير انت بتقدمها، ممكن تكلمنا اكتر عن الخدمات اللي انت بتقدمها؟ الخدمات اللي حاليا اوفرها لهم اللي هو كتخييم بكل انواعه، الحمد لله لك يا رب. الحين الطلبات اكثر عن قبل، خاصة سنتي آخر سنتين، الحين السنة طالت وهاي السنة، وفي منتجات عندنا اللي هو في شواية نوع شركة كولمان أمريكي، وهاي أول شركة تنزل في الإمارات اللي هي نفس الشنطة. حلو أوي. إيه الشنطة مش موجودة، نزل نفس النوعية بس بشركة ثانية اللي هو شركة ويبر، بس أنا اللي جبته شركة كولمان. سيد عمر، انا شفت في البروشور اللي انتم مش مجرد بتبيعوا ادوات او خدمات، ده كمان لو في حد محتاج اللي انتم تخيموا له بتبعت فريق العمل وبيروح فعلا يعملوا الخيمه، فممكن تكلمنا اكتر عن الخدمه دي؟ من ناحيه التخييم والبيع، البيع الحمد لله موجود عندنا، ومن ناحيه الطلبات الخدمات حق التخييم بعد متوفر عندنا، وخاصه هذه السنه طلبات زادت علينا من ناحيه التخييم. وفرنا لهم كل ملتزمات التخييم من ناحيه انتم كرام الحمام، الزينه والمفارش والكوار حق الطبخ، كل شيء متوفر، وكل مخيم احنا نطلع نوفر لهم على حسب الزبون شو الاحتياجات اللي يبغيها نوفر لهم بعد. طب لو في مثلا زبون في راس الخيمه بس مش عارف يجي هنا يشوف يطلب، فانتوا هل بيبقى في وسيله ممكن مثلا تبعت له لوكيشن، يبعت لك لوكيشن او حاجه وتروح تخيم له، ولا لازم اللي هو يجي لغايه هنا؟ من ناحيه هذه نعم، احنا يكلمنا على الواتساب او يتابعنا على انستغرام، نطرش له الصور، نطرش له كم خيمه تبغي، نقول له يعني مثلا الحين واحد يعني قال ابغي ثلاث خيم، تبغي ثلاث خيم؟ انا مستحيل يقول لي والله عطني الرواق او الساتر او الحاجز، على حسب كل منطقه اللي هي مسمياتها. فمستحيل اقول لك والله حبتين يكفيك، لا، اعطيه الفكره، اقول له اوكي انت بتاخذ ثلاث خيم، اعطيك تقريبا خمس سواتر، حسب انت تقعد وانت مرتاح. تحاول انت تساعده وتدي له مساعده. ايه اساعده واعطيه فكره حلوه، حسب انهم يرتاحون بعد، ما يكون في اي عرقله أو أي شيء مكشوف. Thank you.
سيد عمر، دي الشوايه اللي حضرتك كنت اتكلمت عنها، ممكن توضح لنا اكتر ايه مميزاتها، بتعمل ايه، بتشتغل ازاي؟ نعم، هي هذه الشوايه شركه كولمان، شركه امريكيه، وحاليا اول مره تدخل دوله الامارات. هي بتعمل باربيكيو، بتعمل يعني قول لنا ايه الحاجات اللي بتعملها. الاستخدامات الباربيكيو من ناحيه الستيك، سهل استخدامها وسهل التنظيف. طبعا هذا هو النوع الغاز اللي هي شركة كولمان، هاي شركة أمريكية. سيد عمر، كلمنا بقى عن بقية المنتجات اللي انتوا بتقدموها. والله كل منتجات موجودة عندنا، هاي بطارية شحن 5 واط، هاي سنارة، هاي النوع الجديد اللي نزلت الحين حاليا. طيب وإيه الحاجات اللي هي أشياء السنارة، أشياء بسيطة حق السيارة، خفيفة بعد تقوم تحطيها في أي مكان. طيب وكلمنا عن، وبصراحة أنا استخدمت هالشواية من أفضل الشوايات اللي عندنا. إيه شواية هذه من زين، وفيها ذرع عن الهواء. وحاليا أنا يمكن أفضل شواية استخدمتها حق الشاي، حق الطباخ، حق كل شيء حاليا. ودي بقى الغاز، ما الغاز، وعندك الدابتر هذا من 12 فولت يحولك الى 220 فولت. هذه وايد مفيده لاصحاب البر حق السيايير. هاي الغلايات الشاي، نعم، هاي يسهل عليك امور كثيره. دي التهويه مراوح. اي نعم، هاي المراوح. وعندك بعد هذا غاز، ترى بس غاز جاف مكعبات. انا افضل ان هذه افضل عن هذه السائل، مدتها اطول. دي شوايه برضه، وهاي بعد شوايه جايت لنا من امريكا، شركه ويبر، شركه معروفه. هاي شوايه اظن هاي اخر حبه هالسامه، مش موجوده حاليا. وعندكم هاي الماكينه حق الحطب، طبعا شاحن وقويه، يعني قويه وطلبات عليها كثيره يعني. حلو. ايوه. وعندنا الدلل الكهربائيه اللي هي حق الشاي، حق القهوه، وعندنا الصاج حق الخبز وحق الاشياء الثانيه. وايه الجهاز اللي تحت الاسود؟ هذا ونش، هذا عده استخدام له، تبطل البراغي للتواير والسيايير، ومنها فيها الجيك، ومنه فيها تعبئه الهواء. وده طبعا الاسياخ بقى، اسياخ الحدايد حق القدور، حق التكه، حق الامور الثانيه. وعندك الذرة، وعندك هذه حق المشخلة، تستخدم عدة استخدام، سهل الطي. سهل الطي حق الفواكه والأمور هذه. كذا حجم عندي أنا، حجم صغير وحجم كبير، سهل الطي. طيب أنا شايفة الجنب الثاني في برضه منتجات حابين في منتجات، وعندي بس حبيت أوضح لك بعد، عندي هاي الشواية، هاي بعد شركة ويبر، آخر حبة موجودة حاليا. هاي نفسي بعد تستخدم الغاز الامريكي اللي هو الكولمان، متوفره الكترونيه طبعا، هنا في العداد وكل شيء موجود. اي، وبعد في هنا مداخل الفحم، اظن يهصم ولا يهصم، حق الفحم. وعندكم الشوايه هذه بعد، هاي الشوايه اظني مو بالكل متوفر عندهم. هذه سهل الطي، هاي الشواية سهل الطي. انتم من الفاصل هذا هنا، اللوك هذا تضغط على اللوك تتسكر، تبطلها، وتي معها حقيبة يعني. طبعا هي. نشوف بقية المنتجات. طبعا هاي شنطة العزبة حق الشاي، عندي احجام، مش حجم واحد، حجم الوسط، حجم القهوة، وحجم الشاي. انا افضل من المستهلك انه ياخذ شنطة فاضية، يحط المعدات اللي هو يبغيه، يوفر على عمره، والكواليتي اختلاف الكواليتي بس. طبعا هاي الشنطه صناعه محليه، هاي صناعه محليه من شخص زميلي، ويعطيها الف عافيه، جزاه الله خير، ما قصر وياي، واشكره على كل الدعم اللي سوى لي اياه. طبعا هاي كلها من منتجاته، هاي صناعه محليه، كلها صناعه محليه. هاي شنط الشاي والقهوه اللي فوق دوت، هذه طال عمري ايش، مفارش ارضيه. الكرسيه مفارش، هذه سهله بعد استخدام. وعندك هاي الشنطه بعد، هاي شنطه تتحول لسفره. جميل. نفس الوقت تتحول لسفره، يعني تشوفينها، تحطي معداتك كلها داخل. طيب
تنافسها صفرة هذه. تتحول لصفرة للطعام. يكون سهل يعني حق هي منها شنطة ومنها للصفرة. وهي طبعا التمرية هذه، هاي التمرية. وهذه عدة البهارات. هاي شنطة عدة البهارات. وعندنا اشياء متوفرة الحمد لله لك يا رب. وعندنا بعد حق القلص من النوع الجيد، قطن 100%، وبعض الاشياء مثل ما تشوفونه معكم. طبعا هذا هو بعد كيميكلز. انصحكم نصيحة يا جماعة اصحاب الكرفانات، هذا كيميكلز تحطونه في عزكم الله في الحمامات، يعطيك ريحة ويحلل لك الفضلات، ومتوفر حاليا عندنا في الرحال تجارة لوازم الرحلات في مدينة شلبة. فحياكم ان شاء الله. الرحال عن اي مكان تاني؟ الرحال طال عمرك يميزه من الخدمات. طبعا احنا اول محل في المنطقه الشرقيه يوفر خدمات للجمهور. من ناحيه التخييم، من ناحيه الباربيكيو، من امور كثيره. وللعلم اضفنا الحين حاليا خيم للاسر المنتجه. ممتاز. هذه يمكن مش موجودة، أنا ما لاحظت في كذا محلات، ما لاحظت هالشيء. يعني لو أسرة مثلاً منتجة هتقدم خدماتها في نادي في أي ملتقى، أنتوا بتدوها التخييم بتاعها؟ أيوة أيوة، نعطيهم نوفر لهم كم العدد تبون، 20 30 40، متوفر. ممتاز. أنا عندي شركاء متعاونين معاي في المحل، والحمد لله لك يا رب قدرنا خلال هالموسم وفرنا تقريباً ما يقارب 60. وصلنا ل 60. نعم، وخاصة الدوائر الحكومية، ولنا تواصل بشكل دائم الدوائر الحكومية، خاصة إن كان في شلبة وإن كان في خورفكان، مثل ما قلت المنطقة الشرقية بشكل عام. والحمد لله لك يا رب، هذه المميزات اللي قاعدين احنا نوفرها حاليا. سيد عمر، ممكن تكلمنا ايه هي النجاحات اللي انت حققتها وايه هي قصة نجاحك؟ الحمد لله لك يا رب، كل انسان يتمنى ان ينجح في مشاريعه. والمجال اللي انا فيه من باب الدراسة حطيت لي هدف اني لازم انجزه. طبعا حطيت نسبة المعادلة من ناحية نسبة النجاح من ناحية السلبي والإيجابي. فالسلبي حطيت نسبة 98%، والإيجابي حطيت 2%. طب سيد عمر، يعني ممكن تقول لنا إيه الفكرة من إنك عملت النسب بالشكل دوت؟ لأن المجال البزنس التجارة إذا نجحت 1% كانت أنجزت 100%. فهذا طريقة حياتي أنا، ما أحب أبدي من 98 أو أبدي ب 100%، أنا ما أعرف، فلازم أحط سلبي ولازم أحط إيجابي في حياتي. تحب تحط نسبة صغيرة عشان لما تنجح تحس أيوة بالنجاح، تحس أنت حققت نعم حاجة كبيرة. هذا هو الخطوات اللي قاعد أمشي عليها، والحمد لله لك يا رب، وقدرت أوصل لهالنجاح. ربنا يوفقك إن شاء الله، دائما يكون من ناجحين أكثر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سيد عمر، بما اننا في سنه جديده، ممكن تقول لنا ايه خططك المستقبليه ان شاء الله؟ في
في خطط كثيرة إن شاء الله نوفر الخدمات للجمهور. في خطة قاعد أدرسها حاليا بيكون في تواصل بيننا وبين الدوائر الحكومية أن كيف نجلب السياح في مدينة كبر. فإن شاء الله راح تشوفون في 2020 إذا ترتبت الأمور إن شاء الله. إن شاء الله كل شيء راح نشوفكم على بحر كلبة بإذن الله إن شاء الله. طيب سيد عمر، أكيد مشروع جميل زي كده أنت ليك حد دعمك وكان ليك شريك في النجاح، فممكن تكلمنا مين هم شركائك في النجاح؟ الشركاء في النجاح أول شيء رب الله خليهم، وثم زوجتي جزاها الله خير. كنت دوم كل ما أبغى أشتغل في شيء كنت أدرس معاها شو رايح أسوي كذي شو رايح أسوي كذي، وكانت من النوع اللي تسوي لي ترتب لي الكلمات، ترتب لي الأمور حق الـ حق الـ حق المحل، بداية المحل والمسميات وأشياء كثيرة يعني. فالحمد لله لك يا رب. وإخواني بعد ما قصروا جزاهم الله خير، وعمتي كلهم أهلي كلهم بشكل عام الله يحفظهم جميعا يا رب. آمين. طبعا ما راح أنسى شيوخنا جزاهم الله خير اللي فتحونا المجال من ناحية التجارة والبزنس، مو بس البزنس في المخيمات والأمور هذه، فأتمنى في كل الأمور. طبعا احنا عيال زايد نتمنى نكون مركز الأول إن شاء الله نكون مركز الأول. سيد عمر احنا بنشكرك جدا وسعدنا جدا بلقائنا مع حضرتك. جزاكم الله خير شرفتونا. وزي ما ابتدينا الحكاية بقصة كفاح، رحنا نهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.